أعزائي التلاميذ مرحبا بكم. تنتشر المتعديات المجهرية في مختلف الأوساط التي يعيش فيها الإنسان، وتشكل بذلك تهديدا لصحته وسلامة جسمه. للتعرف على وسائل مقاومة تسرب هذه الجراثيم إلى الوسط الداخلي أي الجسم، نقترح عليكم مشاهدة هذا الشريط. لنحدد أولا الحواجز الطبيعية التي يتوفر عليها جسم الإنسان لمنع تسرب الجراثيم إلى الوسط الداخلي نبدأ أولا بالحواجز الميكانيكية والتي تضم الجلد الأغشية المخاطية وكذلك أهداب المسالك التنفسية بينما الحواجز الكيميائية فهي تضم إفرازات مخاطية اللعاب الدموع العرق وكذلك العصارة المعدية والمعوية وأخيرا الإفرازات التي تهم الجهاز التناسلي يتمثل دور الحواجز الطبيعية الكيميائية والميكانيكية في التصدي للجراثيم منع تسربها القضاء عليها طردها وكذلك الحد من تكاثرها في حالة مائدة تسربت إلى الوسط الداخلي للجسم في حاله تجاوز احد هذه الحواجز الطبيعيه كالجلد مثلا خلال جرح يتم ظهور الاعراض التاليه اولا الانتفاخ الاحمرار الشعور بالالم وارتفاع محلي لدرجه الحراره في بعض الحالات يتم ظهور القيح اذا لتفسير اسباب ظهور هذه الاعراض لنمر الى الفقره الثانيه نحن الان على مستوى مقطع من الجلد اثناء حدوث جرح اذا اثناء حدوث جرح يتم تسرب الجراثيم من الوسط الخارجي الى الوسط الداخلي وتقوم الخلايا المناعيه وبالضبط الكريات البيضاء بالتعرف على هذه الجراثيم على انها اجسام غريبه وبعد الاتصال بالمولد المضاد يتم افراز وسائط كيميائيه من طرف هذه الخلايا هذه الافرازات تؤدي الى تمدد الشعيرات الدموية وكذلك خروج الكريات البيضاء مفصصة النواة من الشعيرات الدموية الى الوسط الخارجي تسمى هذه الظاهره بظاهره الانسلال اذا ينتج الاحمرار المشاهد على مستوى الجرح نتيجه تمدد الشعيرات الدمويه وينتج الانتفاخ نتيجه خروج البلازما عبر جدار الشعيرات الدمويه وينتج الالم نتيجه تهيج النهايات الحسيه وكذلك بسبب الضغط الناتج عن يعني الانتفاخ اذا بعد خروج الكريات البيضاء مفصصة النواة تقوم هذه الكريات بعملية الابتلاع وتتم وتتم هذه العملية عبر مراحل المرحله الاولى هي مرحله التثبيت المرحله الثانيه هي مرحله الابتلاع بواسطه الارجل الكاذبه والمرحله الثالثه هي مرحله الهضم بواسطه الحويصلات الهضميه الموجوده داخل الخليه وأخيرا مرحلة طرح الحطام بعد هضم الجرثومة يتم طرح حطامها خارج الخلية تسمى هذه الظاهرة بظاهرة البلعمة وتسمى الكريات البيضاء مفصصة النواة بالبلعميات إذا تعتبر البلعمه وسيله دفاع فوريه ضد جميع الجراثيم بدون تمييز لهذا تعد وسيله دفاعيه طبيعيه اي غير نوعيه الاحمرار الانتفاخ الارتفاع المحلي درجه الحراره والشعور بالالم تعتبر هذه الاعراض اعراض الاستجابه الالتهابيه اذا بهذا اعزائي التلاميذ نكون قد انهينا درس هذا اليوم واضرب لكم موعدا في درس اخر ان شاء الله الى اللقاء